اعتقال الأطفال الفلسطينيين بحد ذاته هو جريمة إنسانية تتنافى مع كافة قوانين حقوق الإنسان، قوانين الطفولة. يعني لو بنيجي نحكي عن ظروف الاعتقال حاليا، يعني الطفل الفلسطيني لما بيعتقل بيمارس ضده يعني ابشع اشكال التعذيب من لحظه اعتقاله داخل البيت، الطريقه اللي بيعتقل فيها، الاسلوب اللي بيتم اقتياده فيه للجيب العسكري وعمليه الضرب والتنكيل داخل الجيب العسكري لوصوله لمركز توقيف او اي سجن اسرائيلي. اجي الساعه 1 في الليل علي الدار، كسروا لنا لوح القزاز ودخلوا. لا اختي بتصحفي بتقول لي مالكم، يعني بعدين واحد بصحفي الثاني يقول لي يلا الجيش بدهم اياك، طب هو طبيعي بدي خاف. انا باب الدار عصبني الجندي وربط عدي المرابط وضربني وطلعني في الجيب، وكل حجر يطيح عليهم احنا وانا في الطريق يضربني بدال الشف. ومن خلال متابعاتنا لهذه المحاكم نلاحظ أن هنالك انتهاكات كثيرة للقوانين الدولية وحتى للقوانين الإسرائيلية نفسها. يعني لا يسمح للأهل بأن يكونوا متواجدين أثناء التحقيق، لا يقوم المحقق بجعل الطفل يستشير محامي قبل بدء التحقيق، وهذا من شأنه أن يجعل مجريات التحقيق كلها لصالح المحقق ويقوم الطفل بالإدلاء باعترافات بأشياء هو لم يقوم بها أصلا. التحقيق بيدخل بس المسجون المعتقل والمحققين بيبقوا في غرفة واحدة بيضلوا يحقوا معه يضربوه ويقولوا له أنت بتضرب أنت ويظلوا يغلطوا عليه، ومحامي ممنوع يدخلوا محامي عليك جوا ولا، بس هم بيحكوا عربي وبيحكوا عبري مع بعض بيظلوا يسألوا في الواحد وضرب بيظلوا يضربوا في شيء بقول لك بيضربوش بس بيظلوا يضربوا. بكت يوم جبعت غدا وطلع انا بلي انا بليش انه بدي بقول له وين بدك على البد بدي اروح نتفاه ايجي صار يقول لي الحين غبت هذا العصر وين بقول لي هاي عمر اخذوا الجيش وبكين يضربوا في ضرب غير شكل ضربينا بعد ساعة وانه بقول لي عمر في التحقيق في كريات أربعة بحققوا معه جادوش بحققوا معه لا بسمع ولا بحكي قالوا بعرفش بحققوا معه ضربوا فيه وهذا لا بيحكي ولا بيسمع في التحقيق بيضربوا فيه تقول باكين بدرن يخزقوا في هان في مذاغته وفي راسه وهان ورا ذانا على المقتل بتعد براس البارودة او ابصر بايش باكين يضربوا فيه دايما يا حمايا الحين ماخذين على كريات اربعة باكين يمسحوا فاض بنطلونه كله تحت في براكس تبع بكرة عنده معصبين عينيه هو حكالي معصبين عينيه ومكلمشين دي فكين يجروا فيه في البراكس هذا والنريحته يم أجا كريهة ودم يا دم وحالة حالة عمار بسمعش انت بدك تروح حيض على الجيش تضرب خلاص تروح خلاص بداش يروح يمو هي خلاص شايف طالع خوفينا كثير المرة هذه يم كتلينا حوط الدار أكثر من 30 جندي كان حوالين الدار ولما أجوا أخذوا قلت لهم ديروا بالكم الولد إذا ما استروا تضربوا عيدة وهذا كله يعني لم يمنع الاحتلال من الاعتداء عليه واعتقاله وتكبيله وعرضه على المحاكمة وتوجيه لائحة اتهام توجيه الاعتداء من 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 اللوائح اللي ممكن تكون أصعب اللوائح المقدمة ضد الأطفال. الولد عمره 16 سنة استعان صغير الولد بالمدرسة الولد لا بروح ولا بيجي يعني مناش غير هو وانا بخليش يروح ولا احدا لانه ماليش غير هو شفته بعد 7 بنات الولد. يعني هذا الطفل يعني حالته كثير مميزه، اولا هو طفل كان مصاب اثناء الاعتقال، ثانيا هو الطفل الوحيد الذكر الوحيد لدى عائلته المكونه من عده اشخاص وهو الذكر الوحيد وهو المعيل الوحيد لاسرته ايضا.
هلا جزء منهم بتوجه للتدريب المهني. هلا احنا في الوزاره مثلا على سبيل المثال عندنا خدمه التدريب المهني، انه بصير الاسير يفكر، او احيانا بيجي قراره مش نابع عن تفكير، انه خلص انا تركت المدرسه بصفي عندي خيار انه انا اتعلم صنعه اقدر من خلالها انه انا اشتغل اطلع مصاري اطلع دخل. انا كنت حابب ارجع المدرسه بس ما زبطتش اني اكمل. انا رفضت عيد الصف، ما بديش ارجع الصف عشان اصحابي كانوا في اكبر مني بسنه وانا بدهم يخلوني في صف اصغر منهم. فيش بدين يعني، يا بضل في الدار يا بروح على المهني، وسجلت في مركز التدريب المهني وباخذ فيه ميكانيكا سيارات. بشكل عام يعني أكيد هي تجربة الاعتقال بالنسبة للأطفال تجربة كثير قاسية، كثير مؤلمة، كثير خطيرة، أبعادها خطيرة جداً لخصوصية العمر ولخصوصية التجربة اللي بيعانوا منها هاي الفئة من الأسرة. طبعا يعني كثير من الأعراض النفسية الاجتماعية بتكون ظاهرة هاي الأطفال، منها أعراض ما بعد الصدمة، الخوف، الكوابيس، قلة النوم. يوم نزلنا على السجن تحت كانت الدنيا ثلج، شلحنا يا وعي وحطن في المي، بعد شوية بقول لي يلا البسن، بقول لي شو بدي البسن هن مي هيك، قال اه البسن فيش بديل. اطلعونا على المستشفى، الحين وانا في الطريق على المستشفى كل حين نحشن اليهود، كل حين يخبطوا على الكلبشات في جراي ويدبني على وجهي على الارض، وانا على التخت المستشفى بقيت مكلبش ايدي وجراي في التخت. كنت افكر شو بتمسوا معي وليش ماخذيني. بقيت خايف لدرجه مش طبيعيه، اول مره يعني باخذوني. يعني حسب القوانين الدوليه وحسب القوانين الاسرائيليه اعتقال الاطفال يجب ان يكون هو الملاذ الاخير، يعني يجب استبدال الاعتقال باي بديل اخر، ولكن نجد دوله الاحتلال اول ما تلجا له اللي هو الاعتقال. وهذه كلها تعتبر يعني انتهاكات صارخه لحقوق الاطفال، لانه يجب ان يكون هناك معايير قانونيه ومعايير دوليه للتحقيق مع اي طفل. على سبيل المثال ان يكون التحقيق معه في ساعات النهار، ان يكون محقق مختص يحقق معه، محقق اطفال، ان يكون ذوي الطفل موجودين اثناء التحقيق، ان يتاح للطفل الاستشاره بمحامي قبل التحقيق. ولكن نجد هذه الامور كلها غير موجوده في سياسه الاحتلال، وخصوصا في التحقيق مع الاطفال. اسكت بستحي، هو بستحي عمر، هو حرام بستحي خجول، وبعدين مؤدب لا بيأذي حدا ولا الكل بحبه، اجتماعي. ها انت عليك انت عشانك هيك عشان كنت في السجن عادي، فش عادي تستحيش عادي. ما والله ما نعرف شو بدي اسوي يعني، طلع شوف يعني خرص لا بيحكوا ولا بيسمع غير بالإشارة. يعني أنا عانيت كثير، أنا في حياتي عانيت كثير. ما أنا ما ندار أصرف على دار، عندي بنت في الجامعة وجوز عازو، يعني حالتنا على الله. خايف على معلوم ماليش غير الله هوتا، أنا خايف على ماليش غير هوتا. طبيعة الحال اللي بتخاف على ابنها اللي بخاصة اللي ما عاش إلا هو، يعني ما شفت إلا أميتنا شافريق، أنا جبت أولادي وراحوا. والله العظيم أعز منها، شايف هذه أعز منها أخرى. أما أولادي أولادي، يعني الواحد أولاده وأولاد أولاده مش زي بعضهم، شابديش أنحمل عليه. شعور بعدم الأمان، يعني يكون الواحد بطل في أمان، بخاف إنه يجي يأخذوه من بين أهله وأخوته من الدار. حتى النوم بطلت أعرف أنام لأن خوف إنهم يجي يأخذوني. الواحد بنحرم عن أهله والحرية، بشو يعني بضل جوا في الغرف زي العصفور في القفص.